يمكن التلميذ الفاشل هو اللي بيجيب المنهج من اخره وبعد كده يدور على نصه وبعد كده يبص على اول المنهج كان فيه ايه بالظبط. احنا عملنا كده في مصر، قعدنا نقول حنين حسام وحنين بتنشر دعاره وحنين حسام بتعمل وحنين بتسوي، ونسينا حاجه مهمه، ان في ناس ضيعوا الوعي بتاع الناس، وفي ناس بيشككوا الناس في الدين بتاعهم اللي هو مفترض نص الكتاب واول الكتاب، بس نص الكتاب واول الكتاب بتخاف ان انت تتكلم فيهم، فهتدور على ايه؟ على اخر حاجه في الكتاب، الا وهي حنين حسام، العنصر الاضعف في المعادله الفاشله. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا واحد من الناس اللي نفضت ان انا اسمع اخبار ونفضت ان انا انخرط داخل المجتمع اللي انا كنت عايش فيه، وكنت مركز مع حاجه واحده بس الا وهي كره القدم، ما كنتش مركز في اي حاجه في حياتي غير كره القدم والشغل في عالم كره القدم والحياه كلها كوره. لما الكوره وقفت اضطريت متاسفا ان انا اشوف الدنيا اللي على حواليا ماشيه ازاي والبيئه اللي انا عايش فيها ماشيه ازاي. دخلت الاول على الحاجات الترفيهيه اللي هي زي اي حد بتبقى قاعد هتشوف انت هتتفرج على اي حاجه تضحكك او تسليك، لقيت التيك توك ولقيت ناس كتير قوي بتعمل رياكتات على التيك توك، وان الجماعه دول هيدمروا الشباب وان الجماعه دول هيضيعوا الدنيا. بعد كده لقيت فعلا الناس دي عندها مشكله واضحه، وهي ان هي بتحاول توصل للشهره باسر طريق ممكن ان هي تدور على اي حاجات او تدور على حاجات زي ال 18 تشهرها. دي حاجه مش جديده على المجتمع المصري، في الناس تشير بطريقتها، ويسالوا كل الفنانات اللي اتشهروا في مصر كانوا بيعملوا ايه في بدايتهم في مرحله الشهره، ويسالوا كمان الفنانات المطربات العرب ازاي اتشهروا في شغلهم، برضو كله كان نفس الحوار، بتقلع وبعد كده بتوصل لمرحله الانتشار وبعد كده بتشتغل. بالظبط ده اللي كان بيحصل. ففكره ان حنين او موده او اي حد كان بيعمل الكلام ده على تيك توك كان الكلام ده عادي، لان دي حاجه احنا حضرناها قبل كده. اللي مش عادي ومش طبيعي هو واحد بيهبط في الدين واخده اكل عيش اسمه امين صبري، قناته قربت توصل للنص مليون او وصلت كمان لنص مليون، وكمان في احمد سعيد زايد، دول اتنين كل فكرتهم في الحياه ان هم بياكلوا عيش عن طريق ان هم يهبدوا في الدين، واحمد سعيد زايد ماشي بمبدأ ان هو راجل مش مؤمن باي دين، وان هو بيخبط في اي حاجه، وان هو يعمل عنوان حلقه مثلا يقول لك هل الدين جميل او قبيح، ودي تبقى مناقشه في الحلقه بتاعته. تخيل الموضوع عامل ازاي، انت خايف على بنتك ان هي تمسك موبايل وتشوف فيه مواده او تشوف حنين بتدعي البرامج اللايفات، ومش خايف على بنت حضرتك خالص ان هي تشوف واحد بيهبد في الدين وبيهبد في الاصول اللي هي مفترض ان هي مقتنعه بيها، ودي حاجه قناعه ثابته عندها الا وهو دينها. مش فارق معاك حاجه خالص، مش فارق معاك مثلا واحد زي احمد سبايدر ان هو يطلع بنت حضرتك مش فاهمه اي حاجه في دنيتها الا ان في مؤامره ماسونيه ما على العالم كله، مش خايف خالص على بنتك ان هي تمسك تليفون وتشوف الهبد ده او الهبل ده، مش خايف ان هي تشوف واحد زي احمد سبايدر وتاخده مثل اعلى للتنوير وهو واحد كان مطرب فاشل وعمل كليب افشل اسمه صاحبي او صاحبتي او اي حاجه، وكان عامل البوم فاشل فيه، واحد كل فكرته عن الحياه ان هو شايف اي حاجه مؤامره، وان هو تلميذ توفيق وكشف النجيب، وان هو كمان كان بيدور على اعلان ابله فهيته يفصصه. ده دلوقتي بقى تنويري وبيتكلم على الفيروس وبيتكلم على الوباء وبيتكلم على اغنيه مادونا، وبيدي للناس كمان ان هي اي حد عندكم في مرايه اتكسرت في البيت يبقى انت مسحور وان انت ماسوني، ومش خايف على بنت حضرتك من كل ده وخايف عليها من حنين حسام؟ انت بتهرج صح؟ يعني مش خايف على بنتك ان هي تفقد الثقه في دينها، وان هي تفقد الثقه في القران والسنه، وان هي تسمع واحد زي احمد سعيد زايد، او ان هي تسمع واحد زي امين صبري كل فكرته في الدين ان هو مسبسب وان هو دمه خفيف وان هو كمان واد امور ولابس نظاره بس؟ يعني مش فارق معاك اي حاجه هو انت بس؟ يعني والناس اللي بتعمل رياكتات على حنين، يعني انتوا فين من فيديوهات احمد سبايدر؟ ده احمد سبايدر ده كنز استراتيجي فشيخ، يعني لو قعدت تسمع له فيديو لوحده هتلاقي نفسك مليت ماتيريال 70 80 حلقه. طب بقول لك حاجه، ركز مع امين صبري شويه وروح اقرا الحاجات اللي هو بيتكلم فيها دي، هتعرف ان الواد ده حته دين هبيد عالمي. ولو ركزت مع احمد سعيد زايد برضه هتلاقي ان انت قدام تحف فنيه ممتلئه الهبد مع العبط مع مزيج من الجهل والتخلف، هتلاقي ان انت في لوبي كده ابن حلال مصفي، فهتعرف تاخد منه شغل كتير. هتقعد بقى تركز مع عيله هايفه، وعيله كل شغلتها في الحياه ان هي بتاكل عيش بالهيافه، وبتاكل عيش ان هي ماشيه بمبدا انا تافهه وانا عارفه ان انا تافهه، انا شغاله في التيك توك معترفه ان هي تافهه وهايفه. ركز بقى مع الناس اللي هم بيتكلموا على ان هم علامين وان هم متنبئين وان هم عندهم سلسله هيعملوها اسمها التنبؤ بالمستقبل، والتنبؤ بمين صنع الفيروس، والتنبؤ بكل الهبد ده. طب مش خايف على بنتك كمان ان هي تسمع الكلام والهبد اللي شغال دلوقتي على ان
بيل جيتس هو اللي اخترع الفيروس، وبيل جيتس هو اللي عمل وسوى، مع ان بيل جيتس يعني كان بيقول للناس يا جماعه لو حصلت لنا اي مشكله بيولوجيه او حصلت لنا اي مشكله صحيه، العالم مش ما عندوش قدره ان هو يتصدى لها. شوف سبحان الله ربطوه بيها، قال لك هو اللي عمله. ويطلع كمان مستشار الرئيس ترامب، الراجل محبوس في السجن، يقول لك ده هو عامل كده علشان خاطر يعمل رقاقات للشركه بتاعته وينشرها بين الناس علشان خاطر يسيطر على مخ. وتلاقي الناس بتصدق. يعني انت بجد سايب كل ده ومركز مع عيال هيفا؟ اعتقد ان الموضوع عدى وفلت من زمان. الناس دي اولى بيك انك تركز معاهم، واولى بيك انك تكشف هبدهم للناس، واولى بيك انك تكشف ان الناس دي مالطو وما عندهاش اي حاجه خالص، غير ان انت تقعد تركز مع عيله معترفه لك من اول يوم ان هي تافهه وعبيطه. انا ما دافعش عنها لان انا شايف ان هي واحده برضو متخلفه نوعا ما، ان هي دخلت في حاجه ما تعرفهاش زي البرامج اللايفات وزي الحاجات دي. الحاجات دي كانت موجوده في اوروبا ولسه موجوده لحد دلوقتي، والموضوع بتاع ان هم يفتحوا برامج فيها شات وفيها حاجات زائد 18، الحاجه دي مش قديمه والحاجه دي تفضل موجوده، والحاجه دي كمان في عالمنا العربي بتجيب فلوس اكتر، علشان خاطر للاسف في شويه دول ما فاهمين ان هي الحياه كده، ان هما بيدفعوا علشان خاطر يتفرجوا بس. مش ده المهم، المهم ان انا بكلمك على حاجه، لان انت ما تقفش اخر، ما تقفش الفساد كله من اخر حته، لا لو هو الدهاره، لو مجتمع ما عندوش دين وما عندوش وعي طبيعي انه يوصل للدهاره، انما لو مجتمع عنده وعي وعنده دين ومبادئ مترسخه في العقل وفي القلب، الموضوع بقى بالنسبه له صعب. عرفت بقى ان هما بادين المنهج من اخره ومش من اوله؟ بص انا عارف انك مش تعمل لايك ولا سبسكرايب، لان غالبا كده مش هيكون عندك خلق انك تكمل معايا 6 دقايق من غير ما اتكلم لك فيهم على مؤامرات وعلى مين اللي حرق مين ومين اللي بيدور على ان هو ينشر الفيروس ومين المخيف ومراية الحمامة عندي اتكسرت ولا ما اتكسرتش. ما بحبش انا الحاجات دي، انا بكلمك على حاجة، على ان احنا رجعوا لنا الكورة، بجد رجعوا لنا الكورة علشان خاطر اللي احنا بنشوفه في ال 20 30 يوم اللي احنا قاعدينهم من غير كورة، الوضع صعب جدا جدا جدا.